وإن هذه الدورات نظمت لصالح معلمي اللغة العربية في المرحلة الأساسية والثانوية، وذلك بهدف رفع وتعزيز قدراتهم. هذه الدورات نظمت بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. فمستوى الوعي هنا في هذا البلد هو مستوى مشرف، والحقيقة أننا يعني سعدنا كثيرا بهذا الحرص وهذا الاهتمام وهذا الدفء أيضا وهذه الوجوه الباسمة وهذا الترحاب الذي يعني شعرنا به قبل أن نصل أيضا. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورات التدريبية أكد بأن مثل هذه الدورات ستفيد المعلمين بمهارات جديدة في تعليم تقنيات تدريس اللغة العربية في المؤسسات التعليمية. إن عملية التربية والتعليم عملية متجددة، تجدد الحياة. تعمل الوزارة، وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، بشكل متواصل على نقل أحدث الأساليب التربوية العالمية وأفضل الخبرات التعليمية إلى الكادر الوطني. ذا وفي نهاية حديثه طلب الوزير شروما من جميع المشاركين في هذه الدورات تطبيق كل ما تلقوه على أرض الواقع لأجل الارتقاء بمستوى تدريس اللغة العربية في المراحل التعليمية بالبلاد، للمساهمة في تحقيق الأهداف المرسومة للعملية التعليمية. تبقى الإشارة إلى أن عدد المشاركين في هذه الدورات التدريبية 120 معلما ومعلمة، تم توزيعهم إلى 4 مجموعات، وتستمر 6 أيام على التوالي. خلالها يتلقى المشاركون عدة محاضرات في فنون وتقنيات تدريس اللغة العربية في المؤسسات التعليمية.